قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، حيث تابع سيادته الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومترات، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولاً إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم، كما أنه سيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم. طول 7 كيلومتر لربط يا فندم محور الشهيد ومناطق التجمع الخامس بصلاح سالم والاستيراد لتخفيف الضغط المروري يا فندم على شارع 9 سيادتك وعلى محور ياسر رزق اللي تم انشاؤه بالكامل. احنا يا فندم بالنسبه للمحور حضرتك نفذنا كميات حفر وردم فيه وصلت ل 5 مليون متر، وسيادتك مشرفنا على منطقه احد المناطق يا فندم اللي واجهتنا فيها صعوبه جامده جدا اثناء التنفيذ. المنطقه دي يا فندم عباره عن منطقه خور ارتفاع الردم فيها بيوصل لحوالي 50 متر. المنطقه دي كان فيها تسريبات ميه يا فندم نتيجه سوء شبكه صرف الساحل. شوفوا احمد اشتغلنا ميه نظيفه ولا ميه، انا كنت قلت برضو ما تدرسوا ان احنا نستفيد من الميه ديت تسووا بقى الاجناب ديت بالظبط يا فندم، تعملوا كورنيش للناس. ها هندرسها يا فندم النهارده على سيادتك. حاضر. ها شوف الحاجه الثانيه مين اللي بيعمل الاسواق عشان هيخفف على الناس كلها. احنا فندم على فكره سيادتك احنا خلصنا شبه خلصناه بنسبه 80%. انا شايف الهيكل المعدني معمول بالظبط يا فندم. ان شاء الله يا فندم يا 30/7 دي باذن الله يا فندم يكون المشروع شغال بالكامل باذن الله. برضو فكروا في النقطه في المنطقه دي والاجناب ديت لو انتم سويناها وخليناها كورنيش الناس بجانب الطريق ممكن ان شاء الله فندم ولا مش ممكن؟ وان شاء الله يا فندم احنا دلوقتي وصلنا نسبه تنفيذ سيادتك في المحور ده ل 50%. احنا عاملين شبكه طرق تربط من خلال اللي احنا بنعمله ده مش بس على قد خدمه المقطم، لا اكيد ده انا قلت الكلام ده هيخدم على صلاح سالم يبقى موازي ليه مش كده؟ شكرين. كما تابع سيادته معدل تنفيذ كوبري ربط محور ياسر الرزق بمنطقة المقطم بمحور الحضارات ومنها إلى مناطق كورنيش النيل. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم. سيادتك فندم احنا دلوقتي واقفين في النقطة دي اللي هي عند كوبري ربط محور الحضارات بمحور ياسر الرزق. فندم سيادتك كده احنا حققنا خلاص ان احنا عملنا محور شمال الدايري محور سميرة موسى مع محور ياسر رزق مع الامتداد بتاعنا هنا مع محور الحضارات وصلنا لغاية الكورنيش يا فندم. احنا كنا ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس وبنسهل الحركة بتاعت طب ايه تاني؟ احنا هنا فندم بالنسبة للكوبري بتاعنا طبعا كان فيه تحديات كتيرة جدا. النقطة التانية فندم كان عندنا هنا نوع التربة في الأرض الصخرية بتاعت المقطم هنا كانت صعبة جدا، استخدمنا معدات مختلفة شوية في الأساسات العميقة. طبعا كان أكبر مشكلة عندنا هنا الارتفاعات فندم، احنا هنا عندنا الارتفاعات بتوصل لغاية الأعمدة 45 متر والكوبري نفسه واصل لغاية 50 متر. فاستخدمنا هنا معدات شدات خاصة جدا. بإذن الله آخر شهر 3 هنكون خلصنا كل الأعمدة بتاعتنا. أنتوا هتخلصوا الشهر الجاي؟ إن شاء الله. بصراحة. احنا فندم ضاغطين إن احنا نجيب قبل 8 إن شاء الله. 7 مثلا باذن الله يا فندم. ان شاء الله باذن الله يا فندم هيعمل نقله كبيره جدا في الحركه اللي... اكيد يا فندم. ان شاء الله يعني ربط طيب. المقطم بالكورنيش ده حاجه عظيمه جدا. طيب انا دايما اسال السؤال ده واحنا موجودين، في اي حاجه اخرى ممكن نستفيد بيها والناس تستفيد؟ انا اقصد نستفيد بيها يعني الناس تستفيد بيها كحركه مروريه يا فندم. بعد انتم قعدتوا هنا بالبلكونه هو احنا فندم لما قعدنا هنا اتضح معانا ان احنا محتاجين يوتيرن هنا على الطريق الاوتوستراد، وفعلا دلوقتي خلاص احنا شغالين فيه وقربنا نخلصه وربطناه مع محور الجزائر. طب ايه تاني غير النيوتيرن ده؟ هو ده فندم. طيب لو في حاجه برضو جهزوا العرض بتاع احمد وعرضوه عليا. اوامر فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. شكرا يا احمد.